أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. يتذكر الإسرائيلي الساعة 2:35 كما تشير جميع وسائل الإعلام العبرية أمام العملية الاستثنائية، العملية النوعية التي قادتها مسيرة هجومية انتحارية أو انقضاضية بصواريخ الآس 5. مهم جدا هنا الإشارة لفتح قوس وإغلاقه بسرعة، فإن أول تصريح لحزب الله بخصوص هذا الصاروخ فقد قال بالآس 5 عدد 2، يعني ليس العدد الأول، معناه أننا نتحدث عن الصواريخ المطورة. في هذه الضربة كان واضحا جدا أن حالة الإصابة في حدث أمني اعتبر خطرا أمام سقوط 3 جنود، بالنسبة لواحد منهم على الأقل جروحه خطرة للغاية. وهذا معناه أن ما قاله من مركز زيف الطبي ألكسندر بريزلافسكي، فإن هذه الوحدة استقبلت، أي وحدته استقبلت حالات خطرة، 3 حالات خطرة وواحدة على الأقل منها خطرة جدا. هذا الحادث هو الذي شكل استثناء بعد ضربة البارحة بخصوص قاعدة تل شميم. وتل شميم أو ندى السماوات، هذا المشروع الفضائي الذي كسر البارحة 20,000 شيكل ثمن هذا الدرون في مقابل مليارات الشيكلات. هذا كله يؤكد من جهتين أننا أمام خلاصتين مركزيتين، أن الضربات النوعية ضربات نوعية وقاتلة. المسألة الثانية والمهمة جدا، أن الفواتير تصاعدت بشكل كبير جدا بعد أن بلغ الشهداء من حزب الله والمقاومة في جنوب لبنان 500 شهيد، وهذا معناه أن الضربات اليوم تتجاوز قضية الإصابات بخصوص البنيات التحتية، التجسس على وجه التحديد إلى آخره. الآن في فواتير مفتوحة بالنسبة أيضا للجيش الإسرائيلي في الشمال. هذا يعني أن هناك تعديلا أساسيا بخصوص قواعد الاشتباك. المسألة الثانية، أن كل ما هو نوعي مستهدف الآن أمام تعديل في الردع، لأن الردع اليوم الإسرائيلي لم يعد كالسابق وهذا له آثاره. ثالثا، أن نتنياهو وجالانت وأمام تصعيد الخسائر في جباليا في رفح وفي جنوب لبنان، تغير الحال إلى انكسار ثنائي الحرب التي ستنتقل من غزة وإحراق بيروت مثل غزة، وهذا هو المثال والبروفا. كل ما قاله جالانت البارحة كفر به وأكد أن لا إمكانية للجيش الإسرائيلي لمواصلة حربه أو بناء وإنشاء حكم عسكري في غزة. فيما في الاتجاه الآخر، ينظر إلى وعد قطعه غانتس وجالانت بخصوص عودة المستوطنين في الشمال إلى مساكنهم، وهذا معناه أننا نتحدث عن استراتيجيتين مختلفتين، لأن الجيش الذي كان سيحارب في الشمال انتقل إلى الجنوب. نتحدث اليوم عن جولاني على حدود غزة. من كل هذا يعني أننا أمام الكتيبة السابعة، جولاني، الكرمل ويفتح، وعلى الأقل هذه هي التشكيلات المعلنة. أما التشكيلات غير المعلنة وتدمير وحدات الاستخبارات كما حدث في جباليا بالنسبة لـ 98، كل هذا يكشف إلى أبعد مدى أننا نتحدث عن تحول. إذن دخول هذا الدرون لأول مرة، درون انتحاري انقضاضي مع صواريخ، ضرب أولا بصواريخه الآليات
وما حولها من طواقمها، ثم بعدها اتجه إلى هدفه. إذن أمامنا لأول مرة استخدام لدرون انتحاري بصواريخ عملانية. وعندما نتحدث عن الآس 5، فهنا لابد من التذكير بشيئين مركزيين. في 2019 عادت روسيا إلى تصنيع هذه الصواريخ من الآس 5. ولماذا على وجه التحديد؟ لأنها كانت تستعد في واقع الأمر نحو هذا الغزو الذي حدث في أوكرانيا. إذن التطوير الذي حدث يعتبر بمثابة صاروخ هام للغاية، الآس 5 يو. إذن آس 5 يو أو آس 5 يو، هذا الطراز أعيد تصنيعه لكن بثقل أكبر، وهذا مهم جدا لأننا نتحدث عن 0.8 في الرأس الحربي مثلا، نتحدث عن ثقله، فهو الأثقل من الطبعة الأولى. الطبعة الأولى كانت معروفة بالآس 5 أم، وهناك الآم آس تطوير عنها، لكن اليو هي أكبر تطوير، وهذا الذي يعد النموذج الثاني لهذه الصواريخ. إذن عندما نقول بالشديدة الانفجار، هذا مهم جدا، لأن بالنسبة للآس 5 أم أو الآم أو أو الآم آس، فإننا نتحدث عن 1.4 متر و 5 كيلوغرامات بمدى 3 كيلومترات 4 كيلومترات. النسخة الجديدة لدينا على وجه التحديد 0.8 كيلوغرام، يعني 800 جرام على صعيد الرأس الحربي. وهنا يتأكد أننا نتحدث عن 6 كيلوغرامات وليس عن 5 كيلوغرامات. كذلك الشأن بالنسبة لوجود هذا الصاروخ الأثقل، وأيضا أنه مجنح ويعمل ما بين 0.5 كيلومتر وإلى حدود 4 كيلومترات، وهو بنفس الحالة الانفجارية 500 مرة في 2 جرام. هذا له حساباته، لكن يضعنا أمام الآس 8. فعندما نتحدث عن ما سماه حزب الله قبل حذف عدد 2، فإن الآس 5 عدد 2 أي العدد الثاني ل 2019 معروفة بالآس 5U. أهم ما في هذه الطبعة أن لديها إمكانية أن تكون نووية وشديدة الانفجار كما في الحالة الأولى، لذلك التأثير بالنسبة لاستخدام الآس 5 مهم للغاية. ولكن الأهم في كل ما يجري أن استخدامه الآن يعطي أمرين اثنين. الأمر الأول أن جميع هذا المسار الذي تقطعه هذه المسيرة، إذا هذا الدرون عندما يقطع المسار ويجد أي هدف يمكن أن يعرقله يقصفه وهو ذاهب إلى هدفه الأصلي. إذن هو يحمل صواريخ قد يزيد من تفجير كامل للهدف الأصلي، وفي حال وجود من يعرقل فإن هناك تجاوز لكل معرقل على الطريق يتم قصفه بصواريخ قبل وصول الدرون إلى الهدف. فإن لم يجد أصبح هناك 3 رؤوس تقريبا، يعني ضعف ما يجري، فيكون الانفجار الأول للدرون، بعدها لصاروخ الآس 5 يو. وإن كان بالطبعة الأولى الآن فهو شديد الانفجار، ولذلك سمي بهذا الشكل، لأن التطوير الذي حدث كان من الآس 5 ثم الآس 5 أم وبعدها الآس 5 أم أو وبعد الآس 5 أم أس، وأخيرا نجد اليو. وهناك من يعتبر اليو ضمن الآم أس،
على أي حال، إذن لدينا هذا المستجد الشديد الأهمية بالنسبة للانتحارية، الطائرة الانتحارية التي هي أساسا تشطب كل الأهداف الصغرى على الطريق، بل وتضرب مرتين وقد تضرب ثلاث مرات دفعة واحدة قبل الوصول إلى الهدف، أو يصبح حالة التفجير في الهدف الأصلي ثلاثة أضعاف ما كان معولا عليه منذ البداية. هذا هو التطور الرئيس الذي يمكن القول معه أننا أمام مستجد حاسم اليوم مع هذا الاستخدام، إذ بعد النجاح الأول التقني على وجه دقيق للدرونات التي وجهت، فكان فشلا على صعيد اعتراض القبة الحديدية، وبعدها كانت درونات لضرب منصات القبة الحديدية، وفي تطور ما قبل الأخير وجدنا أن هناك فشل للآف 16 في اعتراض الدرون اللبناني، وفي مرحلة رابعة هناك الآن درون انتحاري مزود بصواريخ الآس 5U، وهذا كله يكشف أننا نتحدث عن مستويات متقدمة بالنسبة لحزب الله بخصوص الدرونات، وهذا الذي توقعناه منذ بداية الحرب، فلم يستخدم حزب الله الدرونات، ولكن في آخر المطاف وبعد اشتداد المعركة ظهر هذا السلاح بتطويراته المتعددة، خصوصا أمام الظهور الأخير للدرون الانقضاضي الانتحاري بصواريخ يمكن أن تجلي بشكل كامل جميع الاعتراضات أرجو التي يمكن أن تؤثر على هذه الطائرة، وبالتالي فإن لديها كاميرا لضرب جميع التهديدات، وقد يكون هدف درون واحد الآن بثلاثة أهداف. إذا ما كانت تحققه ثلاثة درونات يمكن أن تحققه درون واحد مزودة بصاروخ أو صاروخين قبل أن تصل إلى الهدف. إذا أمامنا هذا التطور الذي يجب التأكيد معه أنه خلق ضجة ليس باتجاه الهدف، وإنما أساسا قريبا من المطلة. كيف حدث هذا؟ حسب السيناريو الموضوع من إسرائيليين فإن حالة الانطلاق تمت وانطلقت وأقلعت هذه الطائرة، وبعدها وفي محيط المطلة كان هناك اعتراض، هذا الاعتراض تم برؤية جنود إسرائيليين قصفوا، وبعدها مباشرة وصل الدرون إلى هدفه. إذن كانت الضربة مزدوجة على أقل تقدير، هذا ما يكشفه الآن الإسرائيلي أمام سقوط ثلاثة جنود، واحد من هؤلاء الجنود جروحه خطرة للغاية أو خطرة جدا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.